متابعي ومتابعات قناه نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد. انا عارفه تعطلت عليكم بزاف وكنت معطله نيت على الفيديوهات. كنعتذر من المتابعين ديالي الاوفياء اللي كنت كنوعدكم انني غادي نكون زعما منتظمه على الفيديوهات، ولكن حنا كنويو حاجه وكتكون حاجه اخرى، وذلك بسبب النفسيه ديالي كانت زيرو وما كنتش باغا يبان داكشي في الصوت ديالي. وكي الحمد لله مادام عندنا اصدقاء وعائله كيوقفوا معنا الا وحنا غنزيدوا القدام بجهد الله بيان سور. اول حاجه بغيت نقول لكم انني جيت المرجان انزكان، بصراحة انا تلقاه ميزات زوينين في مرجان انزكان وجيت نبارطاجيهم معكم، منهم ديكورات اواني. وراكم كتعرفوا اختكم راه كتحماق على شي حاجه سميتها الماعن، يعني ما يمكنش نمشي وما نطرقش هاد الجهه، سورتو بهاد البلاصه عجبتني بزاف حيت دايرين فيها هادشي ديال الشمع والديكورات ديالها. وكذلك جيت باش نبارطاجي معكم المنظمات اللي كاينين، اللي صراحه زوينين اثمنه جد مناسبه، خصوصا هادو اللي في الالوان كاينين البنات اثمنه جد مناسبه فيهم، صراحه زوينين بزاف. وهما راه نفس المنظمات اللي كيكونوا في داك الكالكس ديال ايكيا، بحال بحال. عجبوني هاد لي بواط بزاف للتخزين، سواء اللعاب سواء ديروا فيهم هاد التخربيق ديال الدراري. وهاد الشفاف هذا صراحه عجبني لان قلبته، ولكن الثمن ديالو غالي. دايرين هاد لي باك في سطوله حتى هما اللي زوينين بزاف، والثمن ديالهم 49 درهم في كل شيء. كما قلت لكم هاد الشفاف هذا جاني غالي 319 درهم، ما صراحه ما نقدرش عليها انا نيت. المهم هالكيسان البنات، الكيسان وما ادراك من الكيسان. بالنسبه لهادو 109 درهم فيهم 24 كاس، هادو كاع اللي كيكونوا فيهم قلت لكم 24 عفوا 12 كاس. كيكون دائما الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 99 درهم حتى 200 درهم على حسب الكاليتي. اما بالنسبه للزواقه والله ما عرفت واش كتقشر ولا لا، المهم جربتها بيدي ما تقشراتش، ولكن مع المده الله اعلم. هانتوما كي كتشوفوا معايا هنا كاين هاد لا مارك الاخرى حتى هي زوينه. بالنسبه للترموسات عجبني هذا اللي فيه داك الرماش ديال المغرب، كاينين في الابيض والدوري، كاين في الكحل والدوري. بالنسبه للترموسات الاثمنه ديالهم كتراوح ما بين 199 درهم حتى 149 درهم. هاد البلارا ولا معروف بزاف، الثمن ديالو 69 درهم. هادو داري لهم بروموسيون لان كان الثمن ديالو شي 90 درهم ودابا خلاوه ب 69 درهم، وراه ثقيله الغطايه ديالو يا البنات، زعما زوينه 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 بزاف. المهم اللي مازال ما شاركتش معايا ما تنسيش اللايك، حطي ليا دابا ديري لايك وهبطي ديري اشتراك الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه، وكذلك ما تنساوش تخليو لي تعليق محفز. البنات كي جاكم هاد الباك هذا، انا حمقني هذا ديال المعالق فيه 24 بياسه والوان ديالهم مختلفين. المهم انتم كتشوفوا معايا تتقولوا لي كي جاكم نتوما واش عجبكم ولا لا. ودابا جيت نضرب طليله من جهه الديكورات، صراحه كاين داكشي زوين. هاد الطابلو ديال الكويزين حمقني، الثمن ديالو 60 درهم، صراحه عجبني بزاف. كاينين ديكورات كتير وزوينين، وكل ديكور كيختلف على ديكور. كاينين هاد المجوره، المهم كاين داكشي كتير، ولكن صراحه انا نهار كنمشي نصور كنمشي غير نصور ما كنبغيش نتقدى حتى نجي وكنمونطي معكم لا فيديو، عاد كنشوف ونكتشف اشياء اخرى اللي كنقول صافي هادي غناخذها لهاد البلاصه. وهذا الشيء اللي كاين. المهم بالنسبه للديكورات هما هادو، كذلك المهم حاولت كل حاجه زعما نبارطاجيها معكم. كاين هاد الليد هذا اللي كيشعل فيه الضوء، فيه سويت هوم، كاين هاد لي طابلو، كاين هاد المرايات ديال الديكورات. المهم كاين داكشي زوين صراحه عجبني، غتسمعوا شي اصوات على الشرجم ما عندي ما ندير ليهم. المهم البنات كاين هاد البلا هذا اللي تقدر تحطي فيه لو كيك، تقدروا تحطوا فيه مثلا دوك لي برانش ديال البرشي برانش ديري وتخبيها، كيجي زوين صراحه 99 درهم داير لي بروموسيون. ما كانش الثمن ديالو 99 درهم ولكن بدلوه ما عرفتش شنو نزلوا الثمن ولا شنو، المهم غيروا الثمن ديالو. كاينين هادي ديال الفرامج، المهم ما نكثرش عليكم الفيديو، نبدا نهضر لكم فيديو كامل. كنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، وان شاء الله ان شاء الله ندير لكم لايف نهار السبت باش نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم. الوغ اللي بغات تحضر ان شاء الله اللايف مرحبا بها، نهار السبت ان شاء الله ندير لكم لايف. وحاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، كنشكركم على الدعم ديالكم في مني طلبت لكم الدعم في الفيديو على حساب السينيال، كنشكركم بزاف. كنتو زعما كما كيقولوا الدهو ودود، الله يعطيكم الخير. وشكرا للاصدقاء ديالي، وشكرا لحبابي وناسي والمتتبعين ديالي الاوفياء، وعذروني بالنسبه للناس اللي ما جاوبتهم في الانستغرام، والله ما كنت كنطلع على التليفون. وغتشوفوا بانني شحال هادي كنت بعيده على
كل شيء السوشيال ميديا كنت بعيدة عليه، وذلك لظروف. إن شاء الله غادي نقدم لكم تفسير كل حاجة. غير الله يلطف بينا وصافي. هادشي اللي غنطلبه من الله، وربي يكون معنا دائما. وما تنسونيش ملي لايك ديالكم الا كانت عجبكم لا فيديو، ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم وتعاليق ديالكم محفزه، لان فريمون تعاليق ديالكم كتخليني نزيد لقدام، وكتعطيني واحد الكوراج باش دائما نستمر في هذا المجال ديال اليوتيوب، لان راه صعيب، ماشي سهل، ماشي سهل انك تهزي الكاميرا وتصوري قدام الناس، ماشي سهل انك تمشي لشي بلاصه ويقولوا لك لا ما تصوريش راه انتيردي وترجعي، ماشي سهل انك ديري مونتاج في الليل وتسهري، راه ماشي سهل، راه السهوله كتشوفوها غير في اليوتيوب، ولكن فريمون هذا الشيء، هذا الشيء صعيب، وحنا مضاربين مع الصعوبات ديالو. ان شاء الله كما قلت لكم كل واحد والاراده والقوه ديالو. بغيت نقول لكم شوفوا لي هاد الطوبيسلات شحال غزالين البنات. هاد البارتيه ديال الكوان كافي ما عرفتش راه كايدور في راسي شي حاجه ما عرفتش ناخذها ولا لا. خصني نطيح على على الديكور اللي بغيت. حتى نتوما راه غتشوفوا غتقولوا واش تصلح ليا ولا لا. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا، نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله.